قول اعم وتعلم هنا هنا. اي والله راح في ديواني. قول حبيبي. والله يعني احنا شباب هاي الورده وهذا العلم ليش جاي يضربونا بهاي المسيل الدموع؟ والله اذونا والحسين يعني لا شغل لا تعيين. حبيبتي انا منتظرتنا بدي اتزوج من الساعه لا 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 تعيين ولا شغل. خاطب انت؟ لا اي لا والله بعدني ماكو لا فلوس ولا تعيين ولا شغل وزعلانه علي كل ما تخطبني اسوي لك سلفه واخذها. والله ماكو شغل والحسين يعني هالبنجلاد اشترس البلد غير يطلعون نريد نشتغل مين اجيب والحسين هسه احنا هم نخاطبها عبر التغيير. اي والله انقل يا ابن وليد خوش وليد والحسين زعلانه علي تقول له ما تجي تخطبني وعم يسوي لنا وفد منا ونروح عليها ونرضيك طالب الدوله يطلعون ونشوف لنا حيل رحمة الوادية كاي والله شباب والله تعبان والله يا عم حقك بدو اروح والله لك والله العظيم حقك الله يسلمك حقك والله يا بابا الله وادي